بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا صبة العادية وزي ما انتوا شايفين عملنا رسومات الأواعد المسلحة على الأرض فوق الخرسانة العادية. بعد كده النجار بيبدأ شغل النجارة وبعد كده حداد إن شاء الله. ما بنبدأش في الحديد ولا بنشتغل في الحديد إلا لما النجار يخلص نجارة بالكامل. خلص نجارة بالكامل ونبدأ نستلم الأواعد نجارة، وبعد النجارة إن شاء الله بنبدأ ننزله الحديد على التفريدة اللي هنقولها إن شاء الله بتاعة 276، وده اللي هنشوفه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، ان احنا هنتكلم بالتفصيل بقى شكل الحديد ايه والتسليح ايه والقعده قاف واحد كام وقاف اتنين كام قاف تلاته كام، كل التفاصيل هنتكلم عنها في القطعه دي. زي ما وعدتكم ان شاء الله مش هسيبكم الا لما تكون عارف كل تفاصيل ال 276، فخليكم معانا في الحلقات اللي جايه وهنتفرج مع بعض على الاستلام بتاع النجاره، وبعد ما الراجل النجار يخلص ان شاء الله نبدا نشتغل في الحداده وحاجة حاجة كده لحد ما نخلص صبة المسلحة، وهنقول لكم كل التكاليف إن شاء الله.